السلام عليكم. في هذا الدرس هناخد دالة إضافة جديدة وهي عكس الأري بوش. طبعا هناخد الأري أنشيفت. شو الفرق بين الأري بوش والأري أنشيفت؟ الأري بوش اللي أخدناها في الدرس السابق كانت تضيف العناصر في من آخر المصفوفة، يعني كان عندنا جافا بـ PHP و MySQL، وأنا ضفت سي شارب و ASP.NET وإلى آخره، كانت تضيفهم من الآخر، يعني كانت تيجي بعد الماي سي كيو ال. لكن لو انا استخدمت الاري انشيفت، الاري انشيفت بتضيف العناصر من الاول، يعني عندنا جافا هان راح يكون العناصر انا بضيفهم في الاول. يعني مثلا لو انا اجيت مثلا هنا الاري انشيفت بتاخذ اثنين باراميتر، طبعا هذا الديفولت. تمام، الباراميتر الاول حتكون الاري اللي انا حضيف عليها اللي اسمها لانجويج. الباراميتر الثاني وهو الفاليو. تمام، ايش انا القيمه اللي راح ادخلها؟ مثلا انا حدخل سي شارب، ممكن كمان ادخل اكثر من فاليو زي الاري بوش. طيب هنا بس بقول له بايثون، بس بقول له كمان ممكن اقول له سي بلس بلس، مثلا فاصل اقول له مثلا محرك اليونيتي، يعني قد يعني ايش ما بدك انت حتضيف. طيب نيجي نعمل هنا برنت ار، وبس بقول له اطبع لي ايش اللانجوج. اوكي تمام، باجي بعمل حفظ، وباجي بعمل هنا على المتصفح، باجي بعمل ريلود. زي ما انتم شايفين اول قيمه ضفتها السي شارب، بعدها البايثون، بعدها السي بلس بلس، وبعدها اليونيتي. بعد كده هدول القيم اللي كانوا قبل ما انا اعمل اضافه عن طريق الاري انشيفت، اللي هي كانت جافا وبي اتش بي وماي سي كيو ال، اللي هي كانت هان هيهم اللي هو الجافا بي اتش بي ماي سي كيو ال. واجوا هدول اجوا هان، يعني زي انا عملتهم هيك قص وحطيتهم هان. اوكي يعني زي هيك طلعت. تمام، يعني انا اللي انا ضفتهم عن طريق اللي هو الانشيفت ضفتهم على اللانجوج، واجوا ايش في اول المصفوفه. طبعا هذه هي يعني الفرق بين الاري بوش والاري انشيفت، هم هذول الدوال اللي ممكن يساعدوك في عمليه الاضافه. اذا انت حبيت تضيف من الاخر تستخدم الاري بوش، لو حبيت تضيف من الاول تستخدم الاري انشيفت. ان شاء الله يكون الدرس بسيط، نشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم.